اهلا بك يا صديقي في فيديو جديد، فيديو رانك كده لطيف ظريف صغنن. الفكره بس ان هو ما كنتش مسجل بالمايك، كنت مسجل كده عادي او بعد البليسمنت على طول. دي تقريبا اول جيم بعد البليسمنت على طول، ما كنتش مسجل بالمايك، فقلت انزله كده حاجه كده هايلايت كده في السريع، لان برضو الفتره دي مش فاضي ان انا اسجل رانك وكده، لان شغال على فيديو بتاع تشامبيون. ربنا ان احنا عجرين اللي احنا نعملها في الكون دي، فاخد وقت كله ومش ما فيش وقت ان انا اصور تاني دلوقتي. فعلى ما ينزل فيديو للتشامبيون هسيب لكم هايلايت كده لطيف كده ظريف، وشوفوا كده يا اسطى واللي رايك ايه. Oh no. Story. I'm trying to find the glory. Got them all sleeping on me. My haters out here dying, snoring. Why they mad that I'm finally growing? And they see me fighting for it. What they wanna get involved for? I kill them all off until I'm enormous. Cause 9 to 5 is boring. Grinding 5 in the morning. I'd rather make music, get paid for it, die with a fortune. And my ride is for it. Every whip I drive imported. Anybody know me? They know for this game. No, I'm dying for it. I'm on now. Nobody out here really wanna win. I'm going hard, why you falling asleep? I got it all cause I deserve it all. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.